السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحياتي كل مشاهد قناة الزيتوني مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بجبة قيسر قلي مصطاد، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية هالخيرات تنوري والجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتوني مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالة رجال ابنات ولاد بتاريخ 26/7/2024. لاباس بخير، الله يحفظك. مرحبا. مرحبا. شحال بعتي اللحم اليوم؟ 90 درهم. وبشحال بعتي هذاك الجبلة؟ 90 درهم، كلشي 90 درهم. كلشي 90 درهم. كل حباد كيما حباد. هي جاية مسقية من المغرب. هي مسقية من المغرب كما قال لينا. هنا كنبيعوا ثمن الجملة أصلا. في المدن. هنا كنبيعوا ثمن الجملة. هي بغيتي 100 كيلو 18، بغيتي 9 كيلو 18. كلشي بحال هكا، واخا. ماشي مشكل. ديتو هذاك. مرحبا. الشباب ديالنا في المكان وداخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، كنقولوا لك تحيه لكم. دائما معكم قناه زيتوني مرجان تاع الحريفيه. ندعموا قناه زيتوني مرجان تاع الحريفيه. تاع الحريفيه وقناه تاع الحقيقه. تبارك الله على. مرحبا سي عادل. تقديتوا عندو؟ حاضر الليل مليح. واش تقديتوا عندو ولا غير؟ تقدينا عادل. بالصحة والراحة. عادل راه تيصبر وما يخسرش. دابح المليح. لا هو قديم ديما تيذبح المليح عادل وجبوهالي. وهاد ولاد فارس بيعوا شرايه في الغلم وباعوا اليوم كسيبتهم البقر. ولكن عشاقه عشاقه عشاقه. اي وراهم من البول شد كل شيء. واحد البو عندهم وتشوف. حتى شدات واحد القاطله كي دارت لي صحيح. اها ديتو اللحمه رومستيك بصحتكم. علي يقول لك مكتاب بارك الله. ايه ما عندي ما نقول. ديما عادين وجبوها لي. وشحال بعتي اليوم؟ هيما 90 درهم. 90 درهم باش تبيع عادين. انت ابو شعيب تو صاحبنا هنايا في جمعة قيسر. تبارك الله على السي ابو شعيب. ديما اللحمه مليحه واللحمه زينه. وفضيه وقال له قول هنا في جمعة قيسر. تنوريو الخيرات لجميع المشاهدين قناة الزيتوني مرجان والحباب تونا في المكان. تبارك الله على السي بو شعيب. ديما اللحمة حمراء ومليحة كيما تتشوفوا معنا في جمعة كيسان. وشحال بعتي الخيرات اليوم؟ 90 درهم. 90 درهم تيقول لنا وين اللحمة تاع المعقول. تحية حارة زكريا ولدي وعز خويا وحليمة كثيرة مريضة الله يشافيها. امين يا ربي امين. هدايا ولدي وسمو هنادية. مرحبا تحياتي لهم كاملين. والدرجة اختك نطلبوا الله يشافيها ونطلبوا المشاهدين يقولوا امين اللي يسمع. مرحبا سي مصطفى. الله يحفظك. شريتي لنا الحاج مشايب ولد الحاج؟ فينا هو ما وصلناش. والتجري تاعنا شخايبين. عمان 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 شكون؟ باقي غيكون. او هذا غادي يجي شهر اش يقول لي شاعي شهر وباقي ما جا. باقي جريتي عليها وليدي على حمان. وبوك جرى على ابو شعيب ولد الحاج. بعتي السي مصطفى اليوم؟ ولا خويا 18 18 100. اييه الله يسوق لك. الله يحفظك. الله راك صديقي. كل ما ترى ما نصورش مصطفى ولده. اسكت هو لا تقول. او ما خدامينش ليا. ياك الحاج مشايب؟ لا انا صديقي. وعرفتي تسعمرتي هذه قيسر على الحاج مشايب. اولاد سيدنا داوود ما يخليكش تدخل هنايا. شوف العطية على الناس نشوفها. او عطيك بلاصه في الشوكه. وعطيك بلاصه في الشوكه. الشوكه وما نخافش منهم. كي كان اليوم السوق بشحال تقام تقريبا؟ تقام اخويا 17 واش. 17 واش؟ اي هو القصر. بخير؟ ناشط؟ تبارك الله. حنجيه. ما عندي ما نقول. لا والله لا زين. حنجيه مرحبا. يوم شحال بعتي اليوم؟ 18 18.
واخا قال لك الحال سخون. الحال سخون راه الماء بنادم يشرب الماء الحمله بدها. بنادم يشرب الماء والحمله بدها. بنادم يشرب الماء والحمله بدها. الحصي في المشاع. عاد رباطه مولاها. عاد رباطه. هذا هو اللي نقولوا. ملي عاد العرضين 500 وعاد باغي يربطوا. شحال بغيتي يبيعوا؟ مش عارف شحال بغيت نبيعوا؟ وش شاري 3000 كيلو. اه باش نبقيو معاه. واليوم شحال تبيع؟ 18. شكون رزقتو في 18؟ ما باعش 18 غيخون. اللي ما باعش ب 18 غيخون تيقول لنا الحصيات. ها. اش غنقول لك؟ مرحبا. انت والحصيات مرحبا. صافي بالك. هو ما قال حتى كلمة. بقيتي داوي بزاف على الحصيات. لا ما دويناش غادي. وحنا كنا عرفناك ما صوبتيش ليه ندويو في بلاصتو. ايوا هذا اللي كان. يلا بصحة ورحمة المدن. الله يحفظك. ياك تناشط. جريتي على جلون؟ لا جلون مات عبد الريم الخوف. وتسعيد. منير مسكين. اموت الله ولا شنو؟ ايه موت الله وراه كلشي موت. وراه كرتي واخا يضربوه في القرطاس راه موت الله. ايه ما فيش مزاح بخير. الله يحفظك اودي. تحيه للوليدات ديالنا خارج المغرب وداخل المغرب. مرحبا سي محمد مرحبا. هادشي اللي نطلبوا هو السلامة لأي واحد. امين يا ربي. أمين. أمين. طلب الله يرحم جميع الموتى. عاش الملك. تيقول محمد أو الشاب أو المدن أو العباسي تيقول ديما تدعم جلالة الملك. أحسن. تبارك الله اش خايبين. ياك بخير. كي داير اسي بخير. تهلا فيك هذاك اش خايبين ولا والو؟ لا معلم. العم العم. إياك. الله يعمر دار. إياك. الله يعمر دار. صافي. صافي شكرك صافي بعدي ما نقول يلا الله يسهل. شحال بعتي قلتي؟ 18 5 90 درهم. هذا مصطفى ودعلي تو معروف هنا في جمعة كيسر. راش الظرافات ولا الأحمق؟ لا معلم ماشي ساهل. لا ظرافات. 3 مليون وصرف. 3 مليون وصرف. الزين. يوم شحال تبيع اليوم السي مصطفى؟ 18 90. 90 درهم تيقول لنا هنايا. اللي باغي فرض الله حسبتي لي 17. اللي باغي فرض الله حسبتي لي 17. حسب لي 17. هادشي اللي بقى عندو. اللي ما عندو 17. هذا خدام مع مصطفى ودع ليه هنايا في جمعة كيسة. ايوا ما تضربوا القدس انا تضربوا المنشار. ياك بخير ناشط. وشكم اليوم دايرين النص بجوج. ياك كيف الصهد. ما عليك بغلاش ما عليك بغلاك ما كلو فين طاح. ياك صبر رعد. بلاصه صابه وبلاصه مسكوله. بخير ناشطين اللحمة اليوم. قول لنا اش كاين قول لنا باش تتبيع. مع الموسم ومع الفيز تقدر 80 درهم. اين الموسم؟ اسمي عامر بديس مهراجا. فين؟ عامر بديس. ايمت؟ مهراجا نلقي سماع عامر مشتيش. مشتوش ايمت؟ مشتيش القانون؟ لا ايمت؟ ها؟ ايمت؟ انا اللي وفرت عامر درك؟ وفرت. انت اللي فركت؟ غدا في العشيه ان شاء الله النبي. غدا في العشيه وديروا حتى تل... ايوا هي هذيك هي هذيك الحد الحد الصباح غدا غادي تشوي ان شاء الله. مرحبا كاين شي كاين شي ولا الدجاج الرومي؟ انا راه ما طيقتش في الكنساره. عندكم الموسم عامر؟ بخير موجود عجيب صحابك وجي مرحبا بك تما. دابا بشحال تبيعوا اللحم وبشحال تقام؟ 80 درهم. بشحال تقام؟
18 غير تضحك معايا مصطفى وحديد تاد شتم اليوم ماشي على برجهم وما عندي باش ما مشيتش ها الكلام اشنو تاني وادي هذا مالو وها انت تشوف شتك ناقص السلعة اليوم ماشي شتك ناقص السلعة الله يجعل البركة يا ورا هذا عيشور بقى يدخل اش عيشور ورا الشغل غالي الزيت ياك يا شحال اليوم 18 18 هذا محمد الريمي تيقول لنا غير 90 درهم هاكم في قناة زيتون مرجان معاكم بشحال تبيعوا في اللحم اليوم؟ 18 مية هادو تماك الزهرة قدام هنا في جمعة كيسر ايوا راك عارف كلشي اييه ما عندي ما نقولوا اللحمة حمرا وزينة تيقول 90 درهم وصابوا مع هذا في الرجلة هاد محمد؟ اييه هاد محمد بغيت انا نمشي معاه الدنيا هادي اياك راه صاحبي غديروا لي انت لا تبغاوك والله واش غتقولوا لي؟ وراك زاعم اليوم واسي تبارك الله عليك اياك وقول لنا شنو كاين قول لنا شنو كاين شحال بيتو يو قلت لي قلت انتم مسافرين في قناه زيت اللحمه حمراء وزينه وكي دير السوق لا لا كتزيد السوق ما كاين بس شنو كاين 17 قلاش كما تيقول لنا هنايا في جمعة كيسر الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين زيدوني لاباس مرحبا الله يحفظك الله يبارك فيك